مشاهدينا الله معكم وبرحب فيكم بفقرتنا الأخيرة لليوم. معي مسؤولة عن قطاع الهندسة بجمعية نوتردام مير دو لا لوميير ميا كريستي شباط. أهلا وسهلا فيك ميا ويعطيكم ألف عافية. خبرينا شوي لمحة سريعة عن هالجمعية. هي بلشت بشباب وصبايا عندهم ذات الرغبة الروحية، وبلشوا بالأول هيك بمنطقة فرنسا، ببلد فرنسا، يصلوا سوا ورجعوا قرروا يبلشوا يساعدوا الفقراء، يعني يلي بالمنطقة الهوملس يلي ما عندهم بيت يبلشوا يعملوا سندويشات يهتموا فيهم روحيا وأكيد بكل شيء. وصاروا قرروا قد ما تطورت الأكتيفيتيز تبعهم، قد ما صار في عالم عم يساعدون، إنه يفتحوا جمعية يسموها سيدتنا أم النور، يعني نوتردام مير دو لا لوميير. واحد من المؤسسين اسمه دكتور ألبرتو معلوف وأصله لبناني. من بعد ما تطورت الجمعية وصار لها يعني مكانة بفرنسا، قرروا يفتحوا بلبنان قبل الانفجار بشوي. وقال له كتب انه بنهار الانفجار يكونوا موجودين، وعرفوا انه في عناية وفي سبب لوجودهم بهذا الوقت. فصلوا قرروا انه رح يساعدوا بلبنان، حتى لما معهم شيء رح يطلبوا. هن كل يوم بيوتيوب، عندهم يوتيوب شانل اسمه اند ام ال، بيقولوا المسبحة، وفي شيء 4000 مشاهد بكل مسبحة. بقرروا يطلبوا مساعدات للبنان، وببلش يصير في هون تدفق للمساعدات كتير بشكل مش طبيعي. هيدا عن جد رحمة ربنا. ودغري بلشوا يبعثوا دي بنيفول، هن عملوا أبل قدوم، بلشوا يبعثوا دي بنيفول اللبنانية كمان بلبنان، جمعوا بسرعة البنيفول وبلشوا يجمعوا يساعدوا بالتياب، يساعدوا بالأدوية، بالأكل، وبلشت تزيد المساعدات. يعني صاروا هلأ ب 300,000، فصاروا كمان يعني بحاجة لبرد، بحاجة لأدوية زيادة. هالقد وصلوا بالمساعدات؟ وصلوا ليحطوا ب 70,000 أورو بس برادات، غير أكل، غير تياب، غير أدوية. وكل ما يكون في تقدمة أكثر، غير كل ما يكون في مساعدات، كل ما يكثروا الأعمال، كل ما يوسعوا البيوت. نحن اليوم في 500 عائلة عم يهتموا فيهم. وشوي شوي طورت النطاق المساعدات واتصلوا فيي. أنا أصلا كنت عم ساعد بس شوي لبرا، كنت مع النقابة عم ساعد، وقالوا لي إنه شو رأيك نظبط لوكال ونستقبلهم طالما بيتهم منه مجهز، فيه كتير مشاكل. نحن عم نظبط وعملنا فولدر فيه كل شيء، من البروجرام سبيريتيال للاكل كل شيء. رجعوا لهون روح القدس انه بلا ما نعمل لوكال خلينا نظبط لهم بيتهم فرد مره يقعدوا فيه كمان، لانه بيعانوا. يعني كمان في معاناه بس حدا يظهر من بيته وما بيلاقي مين يساعده بهذا البيت. انتوا ساعدتوا البيوت وعمرتوا رجعتوا البيوت وظبطوها، صح؟ هون بلش المشوار تبع. هلا رح نشوف كمان صور رح ينقلنا اياها المخرج مقابلتها. اكيد هون بلش المشوار بالاعاده الاعمار. بلشنا ب 300 عائله، كل وحده ندق لها نشوف شو مدى الاضرار. هذا كانت اول فيس. ثاني فيس كانت قلنا خلينا ننزل تبنيفال، قسمنا انتنسيف دايز قبل الظهر وبعد الظهر، يبلشوا يشوفوا مدى الاضرار. وثالث مرحلة كانت اجتمعنا مع الكوميونتي وقلنا في عنا emergency، في باب عم يفوت مي، شباك عم يفوت هواء، حيطان فسخة لأن انفجار، في الأساطر بجوا، الخزانات راحوا. وتخيلي انه كان قاطع تقريبا لوصلوا هالمرحلة، انه هن بلشوا بس ادوية وتياب واكل، كان قاطع بثمان اشهر، كان في عالم بعدها ما انها قادرة، هالقد كانت الحالة مأزمة. وافقنا على عدد كبير من البيوت وبلش الشغل. حطينا بلشنا نشوف مدى الاضرار، اخذنا باو كيو وبعثنا كل الدوسيات على فرنسا، وفي وان درايف كل العالم فيها تشوفه، محطوط كل العيال شو بحاجه، على شو جابوا لها الكترونكس، شو اذا بدهم اكل، بدهم كوش، بدهم ادويه، كرمال كل يلي بدهم يساعدوا يعرفوا انه مزبوط. هلا قريبا رح يصير في كمان كاز للرينوفيشن، لانه صرنا يعني بمحبه الله صرنا بالاخر. اكيد يعطيكم الف عافيه. ومثل ما قلت يمكن لو ما روح القدس
والعذراء ويسوع هلا شهر قلب يسوع، حطوا ايدهم معكم وحطوا ايد حطوا ايدهم مع كل شخص ساعد كمان من انفجار بيروت، يمكن ما كنا قدرنا ظهرنا من هالمأساة. كيف تطور العمل مع المتطوعين؟ يعني كيف كانوا هالمتطوعين عم بيعرفوا انه انتم عم بتساعدوا وعم بيجوا لعندكم؟ مثل ما قلت لك دكتور البرتو هو ممبر، يعني هو من الفونداتور تبع الجمعيه، كان عم بيجي على لبنان ويعطي شهاده حياته، لانه شهادته ما كان انسان مؤمن، بعدين تعرف على العذراء وصار ملع بحب ربنا، كان يجي ويعطي شهاده حياته، وكان بدهم اصلا هن يفتحوا فرع قبل الانفجار وتعرفوا على عالم، صار في كثير مسيحيه بتعرف عند امال وبتحبهم، وكانوا ببيت لبنان قبل الانفجار. فوقت صار في الابال للبنيفول خلص كان في كثير عالم بتعرفهم دجا بيعرفوا ايه دغري، مثل انا حاضره لشهاده الحياه وبعرفه دغري، بلشت تكون معهم مع انه ما كان في هالوقت، وكلهم عالم كثير كاليفايد بشغلهم متخصصين بعملهم، مثل كل شيء. انت مهندسه كمان زدت الشيء في متخصصين، في حدا مسؤول عن تبع قطاع الادويه، حدا مسؤول عن قطاع الطب، بتكون هي مسؤولة عن كل شان تبع التياب بلبنان. يعني عن جد ميا التجربة اللي عشتوها تجربة عائلية كمان، يعني انتم بتحسوا حالكم عائلة واحدة صح؟ مزبوط، يعني لأنه بنصلي سوا، لأنه بتصلوا سوا، وخلال الصلاة أو من خلال الصلاة قدرتوا توصلوا لهالمساعدات، لأنه كمان عن جد الصلاة كتير مهمة بالأزمات كرمال نقدر نطلع من هالأزمات. هو الأساس. هلا حاليا يعني القدره الشرائيه عند المواطن صارت قليله، وانتم كيف كنتوا قادرين تجيبوا مستلزمات؟ يعني كان في ازمه بالبلد، ازمه دولار، ازمه سعر صرف، يمكن ما في ترابه، ما في بلاط، كيف قدرتوا جبتوا هالمساعدات؟ اول شيء في عنايه الهيه، هي كانت عم تدبر كل شيء، ولانه في عنايه الهيه وقتها مثلا ننقطع من الادويه نجيب من فرنسا، هذا كان البلاس. كنتوا قادرين تجيبوا من برا، وخصوصا انه التمويل ما من لبنان، التمويل كله بيجي من فرنسا، وكثير بهمها جمعيه ام دي ام ال توصل انه قوتها، ولو وصلت لهون وقدرت تساعد هي ربنا، هو لانه كل ليله بيصلوا بيقولوا انه لتكن مشيئتك نحن رح نسمعك، وانت اذا هيك بدك نحن هيك بنمشي. حلو، امين. هلا في سيستم لتبني عائله لبنانيه، خبرينا اكثر عن هالمشروع. هلا لانه بضلوا يشتغلوا على انه كيف يطوروا ويساعدوا اكثر النطاق ويوسعوا، في مشروعين هلا عم ينعملوا وبلشوا يتنفذوا. اول واحد يلي هو اللي حكيت عنه سيستم باريناج، يلي هو هلا صار في 100 عائله، وقريبا رح يصير في ويب سايت خصوصي لها. هذا السيستم عائله فرنسويه بتتبنى عائله لبنانيه، الادويه، التياب، كل شيء، او مثلا اذا قدرتها شوي اقل، اذا بدهم يرافقوا الولد بكل دراسته هن مسؤولين لا يخلص دراسته، وكمان روحيا يعني هن عيال ملتزمه وبدها تواكب العائله لا تصير اندبندنت. واي متى بنبلش او ببلش تفعيل هيدا الشيء؟ في الويب سايت هلا بهول كم يوم اللي جايين رح يخلص. أوكي. فصارت القصة كتير قريبة، يعني هيدا مشروع كتير حلو، كمان بيكون فيها الدعم المعنوي والمادي لهيدي العيال، والدعم الروحي اللي هو مهم كتير كمان. يعني أنا برأيي بس يمشي هذا المشروع ضروري نكون كمان عم نستضيف فيك لنحكي أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. مسؤولة عن قطاع الهندسة بجمعية نوتردام مير دو لا لوميير ميا كريستي شباط، شكرا لك ولكل فريق العمل بفرنسا وبلبنان، ولكل شخص أسس وعم بأسس لمساعدة المجتمع اللبناني، إن كان بانفجار أو بغير انفجار. يعطيكم ألف عافية، وبتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد منشجع كل الأشخاص أنه يتطوعوا معكم ويساعدوكم ويتشاركوا معكم كمان، حتى روحياً يتشاركوا معكم. فأهلا وسهلا فيك ميا، يعطيك العافية. مشاهدينا لهم بتكون خلصت حلقتنا لليوم، على أمل تكونوا قضيتوا معنا أمتع الأوقات واستفدتوا من كل المواضيع اللي طرحناها. ملتقنا معكم الأسبوع المقبل، ومن هلأ لأرجع أشوفكم، انتبهوا على حالكم والله معكم.